بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلاب وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم حبايبي طلاب في تمارين على الوحدة الأولى اللي هي وحدة النطق والإملاء. أولا لابد أن احنا نكون درسنا الوحدة الأولى كقواعد أريناها كده من أي ملخص أو أي حاجة كده مصدر يكون يدينا بس ضوء عن بعض القضايا اللي تناولتها الوحدة الأولى، وصدقني التدريبات هي اللي هتظبط المسألة. يعني انت ممكن تاخد فكره سريعه عن بعض القضايا ديت وتيجي بقى للتدريبات نتخانق انا وانت بقى ونتناقش انا وانت ونحل انا وانت وغلطك وتصحح، هي دي بقى اللي هيعلمك ان شاء الله. احنا اثرنا كذا نقطه في وحده النطق والاملاء، الف الوصل وهمزه القطع، اثرنا نقطه ال الشمسيه وال القمريه، اثرنا طبعا ده حاجات يعني معلومات سريعه يعني هي معلومات متفرقه. انت عارف الوحده الاولى ديت مش 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 درس واحد، ده هي عده دروس بتعالج كثير من الاخطاء الاملائيه والنحويه. واللي عايز يسمعها بالتفصيل شرحا اكتر من ساعه كنت بشرح فيها على الموقع على بنذاكر.com هتلاقيها موجوده ان شاء الله رب العالمين. تعال بقى نحل مع بعض كده. بيقول لي احنا قلنا لا نكمل الاول، كانت الوحده النطق والاملاء كانت بتتناول ايه عشان بس الناس اللي عايزه تطلع على الحاجات دي سريعا قبل ما تحل. قلنا تناولنا فيها الف الوصل وهمزه القطع، تناولنا ال الشمسيه وال القمريه، تناولنا الياء التانيث وعرفنا فيها معلومات جديده ومهمه، والف ابن امتى تحذف وامتى تثبت. كمان تناولنا قضيه رسم الهمزه وواو عمرو، امتى واو عمرو واسمها ايه واو عمرو ديت، ورسم الهمزه امتى ترسم الهمزه على واو وامتى ترسم على الف، وايه الهمزه الممدوده زي مآذن وغيره. فديت كانت معلومات مهمه للغايه. وتناولنا التنوين ايضا كظاهره تحذف من المضاف عند الاضافه. تعالوا بقى نتناول هذا الكلام في صوره تدريبات نتدرب عليها. هو صوب الخطا في العبارات الاتيه. اول حاجه بيقول رايت عمرا، واضح ان الخطا في كلمه عمرو طبعا زي ما انت عارف، لان ما ينفعش عمرا تبقى فيها واو وتبقى فيها تنوين. يعني كلمه عمرو كده الواو دي اسمها واو الفارقه، والتنوين ده برده ما هو بيفرق. طالما شفتها منونه كده يبقى ادرك على طول انها عمرا، مستحيل دي تكون عمر لان عمر ممنوع من الصرف اصلا. المهم ان عمرو لما تتنصب تتشال الواو بتاعتها لان التنوين هو اللي هيفرق ما بينها وما بين عمر. هنا الخطا هنا بقى في كلمه ابن. ليه يا استاذ؟ لازم تتكتب كده، لازم تتكتب بن بس، عشان هنا توسطت على مين؟ الخطاب عمر، والتاني ابو الاول، الخطاب ابو عمر، وفي نفس السطر، يبقى ده شروط حذف الف ابن. تذكر معايا شروط حذف الف ابن، تتوسط على مين؟ الثاني ابو الاول وفي نفس السطر، وكل ده اتحقق هنا. كلمة الخطاب ابو عمر فعلا وفي نفس السطر وتوسط على مين. هنا بقى الخطأ في كلمة اجتمع، ده المفروض انه ماضي خماسي وبالتالي الف وصل ما نكتبش همزة، يعني الهمزة اللي تحت ده غلط. الهمزة دي غلط، المفروض ان هي تتكتب من غير همزة لان الالف بتاعتها وصل. كذلك احترم بقى هنا استاذ، ما هي ده خماسي، لا دي همزة تكلم، انتبه، همزة التكلم همزة التكلم قطع وليس وصل، فانتبه، انا احترم، انا اسمع، انا اقول، انا اسرع، ايا كان بقى الفعل، انا استمتع. بس رغم ان الفعل السداسي الا ان طالما هي همزه تكلم يبقى اللي هي مع انا، همزه التكلم اللي هي يعني ايه مع انا، لكن استمع هو يبقى دي مش همزه تكلم، يبقى ما نحطش همزه. طب الطفل ينمو سريعا، واضح ان الخطا طبعا في الالف دي ممنوع طبعا، دي لما يبقى الفعل جمع يعني ينمو، اه كده ماشي، لكن لو قلت بقى هم يسلموا انتم تسلموا وهكذا يبقى في الحق من حقك تحط الالف. لو قلت هم ينمو او لن ينمو مثلا الاطفال ينمون سريعا، تخيل الجمله دي معايا وعايز احط عليها لن، اقول اي الاطفال لن ينمو سريعا واحط الالف المره دي. بص ليه بقى؟ عشان جمع الاطفال، ها، لن ينمو سريعا. ليه كده يا استاذ؟ ليه عملتها كده ليه؟ علشان هي جمع، عشان كلمة الأطفال المفروض إن الضمير بدلها هم، يبقى عشان كده حطيت الألف اللي بتدل إن دي واو الجماعة، لكن هنا الطفل مش الأطفال، يعني مفرد، يعني هو، يعني مش جمع، يعني شيل الألف. هنا بقى إذا توحد مسلم العالم برضه دي من الأخطاء الشائعة، المفروض إن أنا أقول مسلمو، لأن يا جماعة الألف ما تتحطش إلا قصاد قلنا واو الجماعة في الفعل. يعني لما تكون الواو دي ضمير مبني في محل رفع فاعل احط قصاد الالف، لكن ده الواو اللي في مسلمه، ده مسلمه اصلا مش فاعل، مسلمه اسم اساسا جمع مذكر سالم، فدي علامه اعراب، فاذا اقول مسلم العالم والالف اللي قصاد مسلمه المره دي بتاعت العالم، يعني انت ملاحظ الالف دي مالهاش دعوه بايه؟ بمسلم.
اجتمع مجلس الشعب واكد اعضاء. هنا بقى الخطأ بقى الشنيع. في خطأين بقى. كلمة اعضاء ادي اول حاجة لازم تتكتب الهمزة لانها اسم. واعضاء اوه ايوه كده برافو. ليه؟ لانها فاعل. وعرفنا ان كلمة اعضاء ديت هتتأثر بالاعراب. يعني لو قلت شفت هنا اعضاء عشان فاعل كتبتها على واو. لكن لو قلت رأيت مثلا اجتمع المجلس الشعب مثلا اجتمع مجلس الشعب تمام كده ورفض اعضاءه هم فعلا يستحقوا كده ورفضوا ايه ورفض اعضاءه رفض الاعضاء كله قال يلا يا جماعه كل واحد يروح. المره دي بقى اعضاءه تبقى ايه مفعول به. عشان كده بص اتكتبت فين؟ اتكتبت على السطر انها مفتوحه هنا. لكن مرضو مثلا اقول ايه واقر على اعضاء او نبه على اعضائه. بص كده لو قلت كده ونبه على اعضائه بص كتبت على ايه على ايه. اذن هنا نستطيع ان نقول ان كلمة اعضاء من الكلمات التي ستكتب حسب الاعراب ولا بد ان تثبت همزتها الاولى لانها همزة قطع. قال زيد ابن علي وهو يلعب ايه عفوا قابل زيد ابن علي ويلعب. هنا ابن يرجع لها الالف تتكتب كده. ليه يا استاذ؟ عشان ملاحظ ان علي مش ابو زيد. احنا كان فوق يا ولاد لو تفتكر اهو الخطاب كان ابو عمر. لكن هنا معنى الجملة المعنى هنا بقى انا مش هروح اطلع شهادة ميلاد من السجل المدني هل علي ابو زيد ولا لا. لا المعنى بيقول ايه؟ ان زيد قابل الواد ابن علي وهو بيلعب. هو ده المعنى. اذا علي مش ابو زيد هنا. ها؟ خلاص يبقى ابن هنا ايه؟ بس انا عارف ان في ناس اذكياء شويه فبكرر الكلام ممكن الناس لسه مش فاهمه انا اقصد ايه فانت بقى ايه عيد بقى وزيد علشان عشان الناس الثانيه ما تطقش مني يعني. المهم زيد ابن علي لازم نحط الف ابن لانها لا توسطت على مين لكن ليس الثاني ابو الاول. ليس الثاني ابا الايه؟ ابا الاول. واللي اذكر ربك صباحا ومساء. ايه بقى الخطا هنا؟ اذكر لا ده غلط ده امر ثلاثي. ما حطلوش ألف أبدا. أمر الثلاثي اذكر ربك صباحا ومساء برضو مساء فيها غلطة. مساء كده بس. ليه؟ الهمزة لا تتوسط ألفين. يعني الهمزة دي لما يبقى قبلها كلمة شفت كلمة مساء دي الهمزة قبلها ألف أهي. فلو كتبتها زي ما هي مكتوبة كده أصبحت الهمزة كأنها غرقانة كده واقعة في بير كده ما بين بص ألف قبلها وألف بعدها. والعرب تكره هذا الشكل. يعني هي مسألة زينة مش أكتر. فقالوا إن أحسن شكلا إن الهمزة المنونة لا نضع بعدها ألف. حتى برنامج العاشرة مساء بتاع بتاع مش عارف اسمها منى ايه الشاذلي صح كده بتاع منى الشاذلي بيقول ايه العاشرة ايه مساء هتلاقي مكتوبة كده. فانا بصراحة الناس دي كانت مثقفة يعني لان انا احترمته. ايوه طبعا الحاجات دي بتفرق طبعا بدول الناس هم يعني ايه مثقفين يعني انهم مش كاتبينها غلط يعني لان احنا بنشوفها مكتوبة على باليفط وغلط يعني. مصر موانئها كثيرة. طبعا هنا كلمة موانئ غلط. ليه يا استاذ؟ عشان الكسرة اقوى الحركات. انا يمكن قلت لك الجملة ديت وقلت لك كتير قوي تخلي بالك. صحيح الهمزة مضمومة وكان يجب نكتبها على واو زي ما مكتوبة هنا لكن لا النون مكسورة يبقى الهمزة بتاعتها لازم تتكتب مكسورة. فلذلك بنقول ايه موانئها تمام كده. ايتها الطالبة المحتشمة. ايه الخطأ هنا؟ ايتها الطالبة المحتشمة. أنت صنعت خيرا لأمتك. الكارثة بقى الكبيرة. أنت ها صنعت. أيوة كده أنت بالكسرة مش فضايح. صنعت دي ضمائر يا شباب دي ضمائر مش ياء. بيقول كن دؤوبا. هي مش غلط قوي بس الأصح إنها تتكتب كده. برضو قالوا عشان الألف ما تجيش ما بين ما فيش يعني اتنين واو ورا بعض. بص اتنين واو ورا بعض. فقالوا إن الهمزة لما تتوسط حرفين ما يتصلوش ببعض يعني انت ملاحظ الدال والواو عمرهم ما يتصلوا ببعض فنكتب ما بينهم الايه الهمزه على السطر. يبقى من ضمن اماكن كتابه الهمزه على السطر لما تتوسط حرفين ما يتصلوش ببعض زي كلمه برضو رؤوف. كلمه رؤوف الصح بتاعها كده كلمه رؤوس. رؤوس الاصح بتاعها ان هي تتكتب بهذا الشكل. تعال بقى نشوف السؤال اللي بعديه بيقول لي بيقول لي اذكر امر ومصدر كل فعل مما ياتي. حلو قوي. انشئ بص بقى دخلنا اهو انشئ ده الامر انشاء ده المصدر. طيب استلقي ده الامر استلقاء ده المصدر. طيب استقر في مكان ده الامر استقرار. ملاحظ انا براعي جدا الهمزه تتكتب ولا لا. استقرار
انطلق، مش كده؟ ده الامر، انطلاق ده ما فيش همزات. طب اعلم، ها اعلم اباك لانه امر رباعي، اعلم لانه مصدر رباعي. فانتبهوا يا جماعه علشان الموضوع مهم. فبقول لك اهو بص اهو، خلي كل فعلين مع بعضهم، انطلق انطلاق، اعلم او اعلم اخاك اعلاما، وهكذا. بيقول لي اذكر ماضي المصادر الاتيه وبين نوع الهمزه. عايز الماضي، افهم، ده قطع رباعي صح؟ طيب ها الايراد، يبقى اورد مش اراد، ايراد يعني اورد، ها اورد يبقى برضه رباعي. طيب ها استغفار، استغفر ده وصل طبعا، اللي كانت سبقت اللي هي قبلها قطع لانه رباعي. نرجعها تاني كده اهو، قطع دي قطع لانه ايه؟ قطع لانه رباعي، تمام؟ واستغفر وصل ليه؟ لانه سداسي. انا على فكره مش حافظ، انا بوصف، انا بوصف الكلمه اللي قدامي. استقصى برضه اقول له وصل، استقصى وصل سداسي، تمام؟ وعندك يا سيدي كلمه انجاز، ها انجز، شوف هكتب الهمزه اهو ليه؟ رباعي، تمام. ابراق، ابرق، ابرق يعني يبعت الاغراف يعني زي زمان كده يعني، يبعت برقيه يعني، ابرق، تمام. القطع برضو لانه ايه شباب؟ رباعي. افتكر القاعده وانت هتلاقي الموضوع ماشي ببساطه جديده شديده جدا يعني، رباعي بس. انت حتى من غير والله تفتكر، انت لو وصفت اللي قدامك هتلاقي الدنيا ماشيه ببساطه يعني. على بقى السؤال اللي بعديه المهم ده، وبصراحه جه في الامتحانات او بيمسه من قريب او بعيد يعني، بيحاول يمسه كتير او من قريب او من بعيد يعني. المهم ان هو بيقول ايه، بص كده، يجب الا نتهاون في الصلاه. عايز يعرف الذي ايه؟ يجب الا نتهاون في الصلاه، هي عباره عن ان عباره عن لا، وبالتالي نتهاون منصوب، فعل مضارع ماله يا شباب؟ منصوب بالفتح، تمام. لكن لو الهمزه بقى اجتهد والا تندم، عباره عن ان، بص عباره عن ان ولا، ان الشرطيه ولا، وبالتالي تندم ده، تندم ده مجزوم لانه جواب الشرط. ايه؟ خلي بالك ده جواب الشرط، لان اصل الجمله ايه؟ والا تفعل تندم، ده اسمه اسلوب شرط حذف فعله. احنا عملنا ايه؟ شلنا الفعل دوت لانه معلوم من ايه؟ اهو في القطعه، بص القطعه عامله ازاي؟ والا تندم، لكن الاصل بتاعه، الاصل بتاعه يعني هي الا تندم اصلها، والا تفعل تندم، فحذفنا فعل الشرط ده للعلم به، وبالتالي يبقى الا دي بتجزم فعل الشرط المحذوف، وتجزم كمان مين؟ جواب الشرط اللي قدام. يبقى الا عباره عن ان لا، وده بيسمى ده بقى بيسمى ايه؟ ها اسلوب شرط حذف فعله. ده كده الا تندم كان جابها له ثانويه عامه في التسعينات، وقال له استخرج اسلوب شرط حذف فعله، ودي كانت ملحوظه في اول كتاب المدرسه فانتبهوا. الا، لا الا ده حرف بقى تنبيه، دي مش مركبه من حاجه، ده الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ده حرف تنبيه. زي فاكر الا من راى الطفل المفارق امه بعيد الكرى عيناه تبتدران، كان عندك بيت شعر كده في سنه ثانيه ثانوي في الرساء، انا عارف انك مش فاكر كلت امبارح بس جايز تكون فاكره يعني. الا رجل في الدار، دي عباره عن ايه بقى؟ همزه الاستفهام زائد لا النافيه للجنس. احنا اعربنا اللي فوق؟ لا ما عادي، ما فيش الاعراب عادي جدا، ان اولياء الله ده اعرب، ده جمله عاديه. طب ودي بقى همزه استفهام ورجل اسم لا، رجل بقى لما نيجي نعربها عادي، اسم لا النافيه مبني على الفتح، نفى الجنس العامله يعني. ليه يا استاذ؟ ما هو الهمزه تبطل عمل لا؟ لا طبعا الهمزه لا تبطل عمل لا، حرف الجر بس هو اللي يبطل عمل لا. هنا بقى الا تصلي يا بني، عباره برضه عن همزه، بص بقى همزه الاستفهام تمام زائد، ما اقدرش اقول لا نفى الجنس خالص بقى، زائد لا النافيه للفعل، لان يصلي ده فعل، نافيه للفعل تمام كده، والنافيه للفعل صفر، يعني بتصلي ده فعل ماله؟ تصلي فعل مضارع ماله يا شباب؟ مرفوع بالضم. وملاحظ بص بص يعني، انا عايزك يعني السؤال ده غريب ومهم، لانك تلاحظ كلهم ايه؟ الا، بص كلهم شكل بعض، ومع ذلك كل واحده فيهم لها معنى. الاولانيه كانت الا، الثانيه كانت الا، الثالثه كانت مجرد حرف، الرابعه كانت همزه استفهام لنا في الجنس، الخامسه كانت همزه استفهام وايه؟ ولا ان في الفعل. نيجي بقى هنا الحته املائيه شويه يعني، املائيه نحويه يعني، يعني الاملة هي اللي تخليني اعرف. طالما لقيت الهمزه في استمع
يبقى ده مضارع على طول، مضارع مرفوع. طالما ما لقيتش الهمزه في الثاني اللي هو استمع ده اهو، يبقى اقول له على طول الثاني بقى فعل امر مبني. يا ولاد تاني بالله عليكم انتبهوا، كلمة استمع لازم تتقرا كده، انا استمع، طالما الهمزة موجودة يبقى دي همزة تكلم، وده معنى ده ان ده مضارع. لكن استمع ده فعل ايه؟ امر. وممكن ماضي، بالراحة بالراحة بالراحة، ممكن برضو ايه؟ ها؟ ماضي، يعني استمع اخي الى مثلا نشرة الاخبار. المهم انه طالما ما فيهوش همزة يبقى اكيد ماضي او امر، لان احنا عارفين ان امر الخماسي وماضي الخماسي، ده خماسي مش سداسي، انتبه، استمع الالف السين بتاع مش زائده، ده خماسي. ها، امر الخماسي وماضي الخماسي وصل، لكن همزه التكلم اللي بتخليه مضارع دي قطع، فلذلك شكل الفعل خلاني اقول ده مضارع او ده ماضي او ده امر. تعال بقى بقول لي تتبع الكلمات التي بدات بالهمزه فيما ياتي وبين نوعها. طبعا ده سؤال بسيط، اولا كلمه انه قطع لانها حرف، ومبشرا احمد قطع لانه اسم، اما قطع لانه حرف. انا همشي بسرعه شويه وانت بقى يعني يبقى رجع او قدم عشان بس احتراما لوقت الناس ما يزهقوش. ها، اما قطع لانها حرف، اعطى ده رباعي، خلي بالك ده رباعي، اتقى ده وصل لانه خماسي، يعني اعطى قطع لانه رباعي واتقى وصل لانه خماسي. الحسنى، الحسنى، الحسنى وصل لانه معرف بقل وقل حرف شاذ. واليسرى نفس الحكايه لانها يعني اتحذفت عشان اللام الجره. قال عليه السلام انصر، ده وصل لانه امر ثلاثي، وصل لانه امر ثلاثي. اخاك قطع لانه اسم. وفرق بين اواخر كلمات، حلو قوي السؤال ده بجد، فرق بين اواخر كلمات. اشباه، الهاء دي اصليه من اصل الكلمه، انما امراه تاء تانيث مربوطه لان ما قبلها مفتوح. تاني كلمه اشباه الهاء اصليه، وكلمه امراه اقول له تاء تانيث مربوطه لان ما قبلها مفتوح. عارف ان تاء التأنيث تربط اذا فتح ما قبلها وتفتح اذا سكن ما قبله، ما قبلها. ثم التاء كنا بنقول عليها فاكر، تاء اتصلت، تاء تأنيث اتصلت بحرف شذوذا، لان الاصل في تاء التأنيث تتصل بالفعل او بالاسم، لكن هنا اتصلت بالحرف شذوذا وليس طبيعيا. رأيه ده ضمير، يبقى اقولهم بسرعه تاني عشان الناس اللي بتكتب ورايا، الهاء في اشباه ديت اصليه، امراه تاء تأنيث مربوطه لان ما قبلها مفتوح، ثم التاء تاء تأنيث اتصلت بالحرف شذوذا، وكلمة رأيه دي ضمير عن زائد. فرق بين الواو فيما يأتي، الواو بقى خلي بالك مسلمون، وإحنا قلنا دايما الواو في جمع المذكر السالم علامة إعراب، لكن في الفعل يسلمون في الحالة دي هنقول على ضمير، ده ضمير مبني في محل رفع فعل. الرجال يدعون، دي واو ضمير، واو الجماعة، لأن الرجال يدعون شلنا الواو الأصلية وحطينا الواو والنون بتاعت إيه؟ بتاعت الرجال. فالواو اللي في يدعون دي احفظها دايما كده، الواو اللي بتاعه الرجال، الرجال يدعون، الرجال ينمون، وهكذا الرجال يسمون، الواو دي واو جماعه ضمير يعني. لكن النساء يدعون انا حطيت مين بس؟ نون النسوه بس، فيعني النساء يدعون ده اهو الفعل اهو، يدعو زائد نون الايه؟ النسوه. لكن في الرجال بص الفعل عباره عن ايه؟ ها؟ يدع زائد واو ونون، امال فين الواو بتاعه يدعو؟ فيش كان في واو هنا؟ واو زمان بقى صح؟ شلتها عشان ما ينفعش اجيب اتنين واو مع بعض. يبقى انا فهمت كده ايه؟ ان يدعو بتاعت الرجال متشال منها الواو الاصليه وسايب لي الواو والنون بتوع الايه؟ بتوع الجماعه. لكن في النساء انا ما شلتش حاجه، انا يا دوبك زودت مين بس؟ نون النسوه بس، فالواو بتاعت يدعونا يدعونا اصليه. يبقى احفظها دايما، مع النساء الواو اصليه ومع الرجال الواو ضمير. عمرو بقى طبعا انت عارف ان واو عمرو ديت اسمها الواو الفارقه. واو عمرو اسمها الواو الفارقه. اخر حته خالص بقى بيقول لي يا سيدي بين سبب كتابه الهمزه كده، يعني بيقول لي ليه الهمزه بقت كتبت في الصوره الممدوده دي، الهمزه دي الطايره دي. بص يا سيدي الهمزه ديت بتساوي، اما الهمزه الممدوده دي في اي حته بتساوي، لحظه معلش، بتساوي همزه زائد الف مد، يعني كلمه مآذن كان المفروض تتكتب كده مثلا، خلاص. لكن العرب يعني تكره هذا الشكل التقاء المثالين، صح؟ يقوموا عاملينها زي ما يكون ايه، ادغموها في بعض وراحوا عاملينها بالطريقه اللي هي اللي قدامك دي. يبقى اذا كلمه مآذن عرفناها هي، اقول له لانها همزه زائد مد. ساعات الهمزه برضو ديت بتساوي، ساعات بتساوي همزه زائد همزه ساكنه. يعني بص كلمه ادب ديت، اداب دي احفظها معايا، كانت اصلها اداب، اداب تاء
تمام. فبرضو التقى ايه؟ التقى مثالين، الاولى مفتوحه والثانيه ايه شباب؟ والثانيه ساكنه، فلذلك تتنقل على طول تبقى اداب. كذلك ما هي اداب زي امال بالظبط، خلي بالك كان اصلها امال، امال يبقى اصلها نقول ايه؟ ها امال. يبقى كده شباب لما الاقي الهمزه ممدوده لو كانت على وزن افعال اقول همزه ساكنه وهمزه مفتوحه، لو كانت على وزن مفاعل اقول همزه زائد مد. تاني كده، ليه مآذن قلنا على وزن ايه؟ مفاعل، فلذلك الهمزه زائد مد. لكن الثانيه اللي هي امال واداب ليه كده؟ اصلها على وزن ايه يا شباب؟ افعال. يبقى وزن افعال في الهمزه الممدوده عباره عن همزه زائد همزه ساكنه، فضغمناهم في بعض وحطينا الهمزه الممدوده. لكن مآذن الهمزه بتاعتها على وزن مفاعل، او الكلمه عفوا بتاعتها على وزن مفاعل، فاذا مآذن يبقى الهمزه بتاعتها همزه مد، همزه عاديه زائد الف ايه مد. حبايبي الطلاب ارجو ان انتم يعني تكونوا استفدتوا من هذه المعلومات السريعه المهمه الامتحانيه. ارجو يا جماعه ان احنا نعلم ان كل ما هو في المنهج من الممكن جدا ان يثار في الامتحانات. الكلام ده معمول عليه تدريبات كتيره جدا في كتاب المدرسه وفي دليل التقويم، فارجو ان احنا نراجع اول باول واعلموا ان الموضوع بيتنسى، فعشان كده عايز نوع من التكرار. التكرار يعلم. الشطار بس تاني ما بيتعلمش خالص، انا قلتها 100 مره التاني ما بيتعلمش، الشطار بس اللي بيتعلمه. حبايبي الطلاب يا رب تكونوا استفدتوا في التدريبات على وحده النطق والاملاء، والى اللقاء في مراجعه لن فيرو جنس والاستثناء قريبا باذن الله، ويا رب كده سنه ثالثه ثانوي تجيبوا اعلى مجموع السنه دي ان شاء الله، تخشوا الكليات اللي انتم عايزينها كلكم يا رب ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.